بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكر بيم أريبيا وبالأخص المهندس عمر سليم لإتاحة الفرصة لي بالمشاركة بمحاضرة النانو تكنولوجي to preserve the permanence of archaeological buildings in Iraq. أقدم نفسي، المهندسة المعمارية انتصار الحلو، تدريسية في كلية التخطيط العمراني جامعة الكوفة. في هذه المحاضرة أود أن أتكلم عن حفظ التراث في البلدان التي تعتبر هي مهد الحضارات مثل العراق ومصر وغيرها من البلدان العربية والغربية. فمن المؤلم أن تندثر أهم هذه المعالم التي توثق الحضارات مثل الزقورات والمعابد في المدن العراقية، والتي تمثل أول مظاهر الحياة المدنية في العالم. لذا كان من الضروري المحافظة على هذا الإرث بكل الوسائل المتاحة لغرض حفظ هذه الأبنية الأثرية من تأثيرات العوامل الجوية التي يعني تؤثر على هذه المباني بصورة مباشرة، وكذلك العمر الزمني للمواد وأيضا الاستخدام البشري لهذه المباني. فهذه العوامل بمجموعها تؤثر على استمرارية وديمومة الأبنية الأثرية. فعمليات الترميم والصيانة سواء كانت يعني traditional techniques أو new techniques أكيد لها إيجابيات وسلبيات. فمن أهم الإيجابيات للtraditional techniques أنها ترمم بنفس المواد الأصلية، أو أنها ترمم بمواد جديدة مصنعة بخصائص مشابهة تماماً، يعني فيزيائياً مشابهة تماماً للمادة الأصل. وهذه النقطة تعتبر advantage و disadvantage في نفس الوقت، لأنه هذه المواد تشابه في خصائصها الفيزيائية للمواد الأصل سوف تتعرض لنفس العوامل الجوية التي تعرضت لها المباني التراثية، وبالتالي فهي تحتاج إلى صيانة بعد فترة من الزمن، وتحتاج أيضا إلى ترميم بعد فترة أيضا، لأنها ستتعرض لنفس الظروف. وهذه العملية التراكمية من الترميم والصيانة واستخدام مواد دخيلة وتغيير الأيدي العاملة في من بين يعني فترة وأخرى سوف تؤدي كلها إلى فقدان الأثر لأصالته. طبعا وهذه النقطة هي أنه الحفاظ على أصالة الأثر أو أصالة المباني التراثية هي النقطة المهمة في حفظ التراث، سواء كانت هذه الأصالة قيم جمالية، قيم معمارية، قيم روحية، قيم معنوية إلى آخره. أما بالنسبة للنيو تكنيكس فقد اعتمدنا في المحاضرة على النانو تكنولوجي، فأيضا يعني فيها هي الادفانتج والديس ادفانتج، ولكن من أهم الإيجابيات فيها أنها تزيد من قابلية المواد لمقاومة الظروف المناخية، وهي بذلك سوف يعني تزيد من العمر الزمني للمادة. هذه الخاصية سيكون المبنى فيها يعني ذات كفاءة بيئية عالية، وسيحقق مبدأ السستينابيليتي، إضافة إلى أنه سيحافظ على الخصائص الفيزيائية للمبنى، وبالتالي يحافظ على أصالة الإرث. أما السلبيات فإنه قد يتعرض يعني العمال العاملين في مجال البناء إلى الغبار الصناعي لهذه المواد، أو الروائح المنبعثة أو المواد المنبعثة من هذه المواد النانوية، والتي قد تسبب بمرور الوقت أمراض سرطان الرئة. طبعا وهذه النقطة تم تلافيها في الوقت الحاضر، يعني كانت في بداية استخدامات النانو تكنولوجي موجودة يعني كتجارب أولية، ولكنها الآن تمت معالجتها، وبالعكس أصبحت هذه المواد المستخدمة في تقنيات النانو هي مواد صديقة للبيئة وحتى جيدة بالنسبة للهيلث هيومن. النقطة الثانية هي غلاء أسعار هذه المواد. طبعا وهذه النقطة أيضا هي تعتبر advantage، لأنه هي صحيح أنه هذه المواد هي غالية الثمن نسبة إلى المواد التقليدية، لكنها سوف
يعني تحفظ تكاليف الترميم والصيانة إذا أخذناها بنظر الاعتبار، وهي تكاليف جدا عالية ومكلفة في الوقت والمال. كذلك وخاصة لدينا في العراق أنه نفتقر إلى الأيدي العاملة الماهرة في مجال الترميم والصيانة في تقنية النانو، لأنها هي عبارة عن تقنية حديثة ولم تستخدم في ترميم وصيانة الآثار العراقية. ونرى أنه الحالتين، يعني حالة الديسادفانتج في النيو تكنيكس أو في النانو تكنولوجي، هي حالات تحيط بالآلية وليست في الآلية نفسها، يعني فيمكن تلافيها بالخبرة والتجربة والتعليم إلى آخره. الهدف من المحاضرة هو الوصول إلى أنواع المواد النانوية التي تسهم في الحفاظ على الأبنية الأثرية المبنية طبعا بمادة الطابوق، لأنه كما نعلم أنه المواد المستخدمة في بناء المباني سواء كانت في الماضي أو الحاضر هي مادة الطابوق. فكيف نستطيع أن نستعمل مواد نانوية تسهم في إطالة عمر هذه الأبنية لأطول فترة ممكنة، وكيفية استخدامها، كيفية استخدام هذه التقنية لتمنع من يعني من عوامل البيئة الضارة من التأثير على هذه المباني أو تلفها. طبعا هذه المعالجات يجب أن تكون غير مسببة في تغيير خصائص المباني الفيزيائية، وهذه هي أهم نقطة. وفي نهاية المحاضرة اقترحنا نوع من الطابوق المعالج نانويا كمادة بناء جديدة سوف نتطرق إليه في نهاية المحاضرة، للأبنية المضافة أو التي يتم يعني ترميمها كعناصر إنشائية أساسية في المباني التراثية، وذلك للحصول أو للوصول إلى أبنية ذات كفاءة بيئية عالية. طبعا المواد النانوية هنا نستخدمها هي خاصة بمعالجات طابوقية في حفظ الأبنية التراثية مثل ما ذكرنا، فلازم أنه هنا نتطرق إلى مفهوم الديمومة، لأنه ديمومة المواد المبني منها الطابوق وهي الديربيليتي، وهي طبعا الديمومة كمفهوم عام هي الفابيليتي للمبنى، أو هي يعني قابلية المبنى للبقاء لمدة أطول وتفوق الفترة الزمنية المحددة لها من ناحية الانفايرومنت ومن ناحية الفانكشال ومن ناحية يعني على مستوى الفابريك أربن. فتعرف الديمومة المواد بأنها هي المواد المتينة التي تمتاز بعمر خدمة طويل دون الحاجة إلى صيانة منتظمة. فلذلك تطرقنا إلى بعض طروحات الفلاسفة من المعماريين إلى التي يعني حاولوا أن يذكرون أساليب الحفظ على ديمومة الهياكل العمرانية، ومن أمثلتهم طبعا المنظر المعماري الكلاسيكي فيدروفيوس وبلاديو، الذي تناولوا في طروحاتهم إلى أهمية اختيار المواد ومعرفة الخصائص التي تطيل من فترة بقاء المبنى. فمثلا فيدروفيوس في كتابه 10 Books in Architecture يطرح أهمية الديمومة في ثلاثيته التي وضعها في الأبنية أو في العمارة بشكل عام، وهي الديربيليتي والكونفيننس والبيوتي، يعني ثلاثية الديمومة والمتانة والجمال. أما بلاديو فقد أوضح تأثير كيفية اختيار المواد من الطبيعة ومعالجتها وتحويلها من مواد طبيعية خام إلى مواد بنائية إنشائية تحمل خصائص الديمومة و تعمل بشكل أمثل في المباني. وطبعا تطرق إلى هو مواد كثيرة، وهي المواد التي كانت تستخدم في ذلك الوقت في المناطق التي كان يعيش فيها بلاديو، وهي مادة الخشب الموجودة في الأشجار وكيفية معالجتها لتتحول من مادة طبيعية إلى مادة إنشائية. وكذلك تطرق إلى مادة الحجر وكيف يتم التعامل معه وتحويله إلى وحدات بناء،
وثم يعني الخطوات التي يتم فيها تحويل المواد وكيفية معالجتها بالصورة الصحيحة لتكون يعني محافظة على ديمومة المبنى. فنرى أنه هنا ديمومة المبنى أو ديمومة أهميتها تأتي من معرفة خصائص المواد المختارة للبناء وكذلك من عمرها الافتراضي وكذلك طبعا تحديد الظروف الجوية السائدة التي تسود المناطق. طبعا كل منطقة ولها ظروفها الجوية المختلفة، فتفاعلات هذه الظروف المناخية مع هذه المواد هي يعني تحدد لنا أهم تأثيرات البيئة وأهم الطرق لمعالجتها، بالإضافة إلى الاستناد إلى معايير خاصة بالتصميم المحلي لقبول المخططات المعمارية أو التصاميم المعمارية والالتزام بها ضمن عملية التنفيذ. طبعا وهذا كله يتم بالاستناد على المرتكزات الثلاثة التي هي التايم والهيومن يوز والانفيرومنتال افكت. طبعا ومن هنا يعني هذا كله الغرض من عنده انه نخلق بيئة صديقة للأبنية العفو صديقة للبيئة مطابقة للمواصفات ومعايير الأداء من حيث تقليل التكاليف، تكاليف الصيانة والهدم، وكما أنها تؤثر يعني جماليا على محيط المبنى. طبعا نظرا للتطوير العملي والعلمي الحاصل في تقنيات حفظ وديمومة المواد ومعالجتها والحاجة الملحة لاستخدام يعني مواد محددة ضمن الأبنية الأثرية ومعالجة المواد البنائية، تم استخدام تقنية النانو أو ترشيح استخدام النانو تكنولوجي في ترميم الأبنية التراثية لما له من خصائص وميزات تحافظ على أصالة الأثر وتساعد على ديمومته. فالنانو هو كلمة تستخدم للتعبير عن جزء من مليار من الشيء، فمثلا نقول نانوميتر نقصد بها أنه هي دلالة على جزء من مليار من المتر، وطبعا النانو بصورة عامة هو يساوي 10 للأس بلس 9 من الأشياء، أو نقول نانو ثانية للدلالة على أنه جزء من مليار من الثانية، وهكذا بالنسبة للحجوم والجيومتريك الأخرى. أما تقنية النانو تكنولوجي فهي تطبيقات الأشياء الصغيرة جدا أو التطبيقات التي تجرى على المواد النانوية الصغيرة جدا والتي تكون أبعادها تتراوح من 1 إلى 100 نانومتر، والتي يمكن أن تستخدم في مجالات واسعة ومختلفة من العلوم والهندسة والطب، وطبعا جميع مجالات الحياة دخلت لها النانوتكنولوجي. وهذه الخاصية تجعل يعني خاصية النانو هي تجعل المواد ذات خصائص أفضل من حيث الحجم والقوة والوزن ورخص التكاليف واستخدام الطاقة، كذلك تكون هذه المواد يعني تقريبا خالية من الشوائب وخالية من العيوب. طبعا العيوب والشوائب التي توجد فيها المواد بشكلها الاعتيادي أو التقليدي المتعارف. طبعا هذه المواد وهذه الآليات أوجدت لنا مصطلح جديد يسمى بالنانو أركيتكتشر، وهو عبارة عن نانو تكنولوجي أو نانو ماتيريالز زائدا الأركيتكتشر ينتج لنا النانو أركيتكتشر. وهذا هو طبعا يعني نتج لدينا نتيجة للتغيير في الفكر والتغيير في التكنيكس والتغيير في الماتيريالز، فأصبح لدينا هناك تغيير في البولتينج على مستوى الشيبس، يعني ليس على مستوى الشيبس فقط وإنما على مستوى الحجوم، علاقة الفضاءات مع بعضها، تفاصيل الفضاءات، أي هو تغيير شمل الفكر المعماري بصورة عامة. وهذا طبعا نتيجة لقابلية المواد وقابلية الآليات المستخدمة في البناء.
طبعا من أهم التطبيقات المستخدمة في عمليات النانو تكنولوجي التي نستفاد منها في صيانة وترميم المباني التراثية، أخذنا تو تكنيكس أو يعني تقنيتين التي هي يعني من أهم التطبيقات التي نستفاد فيها من حفظ وصيانة المباني التراثية المبنية من الطابور. وسوف نتطرق للتقنية الأولى التي هي عبارة عن السيلف كلينينج، أو طبعا هي التنظيف الذاتي، مأخوذة طبعا من تقنية اللوتس الموجودة في الطبيعة والتي تسمى اللوتس افكت تكنيكس. هنا بهاي الآلية أو بآلية يعني سيلف كلينينج تكنيكس يكون لدينا نوعين من السطوح. السطح الأول هو السطوح الهيدروفليك أو تسمى السطوح المحبة للماء. هذه السطوح عندما ينتشر عليها الماء، هنا نلاحظ أنه طبعا هذه مكبرة بالمجهر لعدة مرات، يعني المجهر الضوئي، فنشاهدها يعني كبيرة جدا، وهذه الصورة هنا تكون أكبر منها. هنا عندما ينتشر الماء على السطوح المعالجة نانويا أو سطوح اللوتس الطبيعية الموجودة في الطبيعة والمأخوذ منها هذا التقليد الحي للنسيج، تشكل هذه الطبقات أو هذه القطرات من الماء تشكل طبقة من الماء على السطح، فتساعد على يعني غسل الملوثات الموجودة على السطح. طبعا هذه السطوح تسمى السطوح الخشنة، كما نلاحظها بهذا الصورة تكون هي سطوح كأنما تحتوي على مسامير، نشوفها في هذه الصورة المكبرة مجهريا، يعني تكون مدببة، تحتوي على رؤوس مدببة. هذه الرؤوس المدببة أو تسمى مقابض، يعني متناهية في الصغر، أو مسامير. هذه المقابض أو المسامير لا تسمح للمياه بأن تكون ملامسة للسطح، وتعزز هذه الميزة أو هذه البروزات تعززها وجود مزيد من المواد الشمعية على رؤوس هذه المسامير، فينتج تنظيف مثالي بسبب أنه هذه المياه أو هذه القطرات سوف تتصل بالسطح بزاوية معينة تسمى زاوية الاتصال، هي التي تساعد على تطبيق عملية الانزلاق. وهذه الخاصية طبعا أنه خاصية الانزلاق وخاصية التصاق الملوثات بالمياه وطردها خارج السطح تساعد على عدم تلف السطوح الخارجية للمباني خلال تعرضها للأمطار أو الرطوبة العالية التي تسبب ترسب الأملاح وظهور البقع على السطح. الخاصية الأخرى أو السطح نوعية السطح الآخر هو السطوح التي تسمى السطوح الملساء أو الهيدروفوبيك، وهذه السطوح طبعا تحتوي على ميزة التحفيز الضوئي الفوتو كاتاليسيس، هي هذه السطوح تسمى السطوح المنفرة للماء. هذه السطوح تكون ملساء، تتدحرج قطرات الماء عليها بسرعة كبيرة بسبب خاصية مقاومة الماء. هذه الخاصية تأتي من أنه يعني تكون هذه السطوح ذات خصائص التصاق منخفضة جدا، وبالتالي فإن قطرات المياه المتحركة بسرعة أو المنزلقة بسرعة على السطح سوف تزيل الملوثات من على السطح، سواء كانت غبار، أتربة، ملوثات أخرى إلى آخره، أملاح إلى آخره. طبعا هذه الآلية تستخدم في تشييد الواجهات الزجاجية في المباني الزجاجية، ناطحات السحاب إلى آخره، وكذلك الواجهات المصنعة من المعادن أو اللدائن أو أي يعني مواد ثقيلة
ملساء تستعمل فيها هذه الآلية. هذه الآلية تساعد على عدم التصاق الأوساخ مثل ما ذكرنا على هذه السطوح، طبعا التي تستوجب التنظيف خاصة في الحالات الزجاج. ويعني نجد هناك فرق كبير ما بين هذه الآلية وما بين الـ conventional surfaces أو السطوح التقليدية، كما يظهر في هذه الصورة. هنا هذه السطوح التقليدية ويلتصق عليها قطرات المياه التي تصحبها الآثار الأوساخ، وفي الصورة الأخرى أنه هي يعني الزجاج نظيف لأنه يحتوي على خاصية السالف كلينينج. طبعا سواء في التقنية الأولى أو التقنية الثانية يتم معالجة هذه الأسطح من تقليد أسطح إحيائية ذاتية التنظيف مثل ما ذكرنا بالبداية. هذه طبعا تكون مضادة للانعكاسات ومضادة لتراكم القاذورات عليها من خلال استخدام ثاني أكسيد التيتانيوم لإجراء التنظيف الذاتي على الأسطح اعتمادا على خاصية أساسية وهي الويتبيليتي أو يعني الترطيب أو التبلل، والتي يمكن تحديدها عن طريق قياس زاوية الاتصال ما بين القطرة، قطرة المياه السائلة على السطح والسطح الصلب. فإذا كان هذا السطح الصلب سوف تتكون زاوية، هذه الزاوية على السطوح الملساء، ومثل ما شفنا في السلايد الآخر طبعا كانت الزاوية منفرجة. هذه الزوايا هي تسمى زوايا الاتصال مثل ما ذكرنا، وهي التي تساعد على انزلاق القطرات المياه في الحالتين. طبعا تستخدم احنا هنا هذه الآلية تستخدم في المباني المزججة او يعني الواجهات التي يتم تزجيجها بالسيراميك او المرآة يعني المرايا الصغيرة المكسرة التي تشتهر بها العمارة الإسلامية. الخاصية الأخرى المستخدمة في الحفظ والتراث للمباني التراثية، والتي تستخدم في مكافحة الملوثات التي تساعد على تلف المباني، اللي هي البيرفاينج اير أو هي تنقية الهواء. طبعا هذه الآلية تستخدم أيضا في الأوتدور والإندور. ففي الأوتدور تستخدم يعني بعض المواد مثل الخرسانة الضوئية تستخدم لتنقية الهواء، وهي وسيلة محتملة لمكافحة الملوثات الموجودة التي يتم بها تنفيذ واجهات المباني وأسطح الطرق، يعني حتى استخدموها في تعبيد الطرق وما شابه، والمجهزة بالطلاء المناسب المضاف له ثاني أكسيد التيتانيوم في تركيبات الاختبار لمواجهة تأثير عوادم السيارات، وتحويل النيتروجين مونوكسيد أو يعني أحادي النيتروجين، طبعا هي هاي مادة سامة، إلى أيونات حمض النتريك الخامل، وتقليل الملوثات مثل الفوليتيت أورجانيك كومبوننتس المتطايرة وتفتيتها والتخلص منها. لذا فإن هذه التطبيقات تطبيقات البيرفينج اير هي يعني ليست سوى إجراءات داعمة لمعالجة الأعراض، وهي ليس وسيلة مناسبة للحد من التلوث الحالي. فهنا يعني لا يستأصل سبب التلوث، ولكن يمكن استخدامه للحد من التلوث أو الحد من الضباب الدخاني أو عوادم السيارات لتحسين جودة الهواء. الآلية الأخرى هي آلية الإندور. طبعا في الإندور تكون هناك العملية عملية أخرى، حيث يتم تحسين جودة الهواء في داخل الفضاءات، وذلك من خلال القضاء على الروائح الكريهة والملوثات التي تتيحها تقنية النانو،
وذلك من خلال تحليل هذه الروائح الكريهة والملوثات كيميائيا، تحللها إلى أجزاء صغيرة غير ضارة، حيث يعني تعمل على تشقق هذه الجزيئات وينبعث منها بخار وثاني أكسيد الكربون. طبعا وهذه الخاصية تستخدم في أعراض السيك بيلدينجز، يعني لكن تستخدم هذه الطرق وتكون كفوءة ولكنها غير كافية لتحسين جودة الهواء بصورة تامة في الاندور. لذلك لا يمكن الاستغناء عن الفنتليشن الطبيعية ويعني للحصول على الأكسجين النقي. طبعا هذه الخاصتين، خاصية الاير بيرفنينج والسلف كلينينج، هي تساعدان كثيرا في حفظ وصيانة الأبنية الأثرية مثل ما سنتطرق إليها في المحاضرة. طبعا هذه الأبنية الأثرية هي الأبنية التي تعتبر أنها عاشت أكثر من 100 عام. كل بناء عاش أكثر من 100 عام يعني يسمى هو بالأبنية الأثرية. تمتلك قيم مثل قيم رمزية للهوية الثقافية، ترتبط بالمجتمع وأفراده ارتباطا معنويا أو ماديا أو نفسيا إلى آخره. تتمثل قيم هذه الأبنية بقيم معمارية، قيم تاريخية، قيم جمالية، وقد تكون قيم اجتماعية أو تكون قيم روحية دينية أو حتى سياسية، فتكون هي تحمل قيمة رمزية. فأهم التقنيات التي تدخل في الحفظ ديمومة الأبنية الأثرية هي النانو تكنولوجي مثل ما ذكرنا، في تساعد في استعادة الآثار التاريخية التي بدأت بالتآكل أو التهرب، يعني سواء على مستوى الماتيريالز أو على مستوى التكنيكس، تعتبر هي من العوامل الفعالة في الحفاظ على الأبنية وضمان استمرارها لفترة أطول. يعني طبعا وبدون التأثير على خصائصها أو إحداث تغييرات شكلية أو جوهرية فيها، وبذلك تكون هذه الحلول هي حلول مستدامة وآمنة في نفس الوقت للمباني التراثية. طبعا ونتيجة لهذه التطورات التقنية الكبيرة الحاصلة، بدأت تظهر وسائل متعددة يعني في حفظ وإصلاح الأبنية، ومن أهمها المعالجات المتقدمة لحماية أسطح المباني بشكل دائم من التدمير بواسطة العوامل البيئية وبواسطة المستخدمين أو سوء الاستخدام من قبل الناس. استخدمت الكلود نانو لايرز، وهي مادة طلائية تمنع من تراكم الأتربة والأوساخ والمياه، وتكون مقاومة للعوامل الأخرى مثل استخدامات الإنسان وطبعا السيئة التي هي الكتابة على الجدران، يعني حتى تكون يعني غير قابلة للكتابة، غير قابلة لالتصاق أي مادة، وتكون بنفس الوقت مقاومة للأشعة فوق البنفسجية، لا تسمح للملوثات بالالتصاق بسطح المباني سواء كانت ملوثات عضوية أو غير عضوية، مما يعمل على حماية أكبر بمساعدة الجسيمات النانوية لهيدروكسيد الكالسيوم المستخدم في هذه التقنية. فأهمية المواد والتقنيات النانوية في الحفاظ على الأبنية الأثرية، ومثل ما ذكرنا نتيجة لتعدد هذه التقنيات وتعدد المواد المستخدمة في مجال حفظ الأبنية، ركز البحث هنا أو المحاضرة على تقنيات معينة ومواد معينة لمعالجة الأبنية الأثرية في العراق، لأنها مثل ما ذكرنا معالجات نانوية خاصة بمادة الطابوق. فأهم المعالجات أو أهم المعالجات النانوية الخاصة بالطابوق، لابد ما أن نذكر فد مختصر عن تاريخ التقنيات
وكيف أصبحت ذات أهمية متزايدة في رعاية التراث الثقافي. فقد أدى التطور المستمر للبنية النانوية ودراسة العمليات الفيزيائية وأيضا الكيميائية في نطاق النانومتر إلى إيجاد طرق جديدة. هذه الطرق يمكن أن تبطئ من عمليات التحلل للأبنية الأثرية الناتجة طبعا عن العوامل البيئية الضارة أو عن التعرية مثل ما ذكرنا، أو حتى ممكن أن تستخدم هذه الطرق لاستعادة الضرر الناتج عن عمليات الترميم غير المناسبة. طبعا تتعرض المباني التراثية ما بين فترة وأخرى إلى عمليات ترميم غير مناسبة وغير يعني تهمل الأثر وتؤثر عليه. فمن أهم المهام التي يعني ممكن الاستعانة بها في تقنيات النانو في ترميم المباني التاريخية هي تنقية وتحلية وتوحيد أنواع مختلفة من مواد البناء. ففي 15 عام الماضية تقريبا يعني استخدم في يعني تطبيقات مواد نانوية في رعاية الآثار بشكل رئيسي، تم استخدام تعليق نانوي وهو عبارة عن مستحلبات نانوية تعتمد على هيدروكسيدات مثل هيدروكسيد الكالسيوم والباريوم وهيدروكسيد المغنيسيوم، وكذلك تم استخدام الكربونات، وفي بعض الحالات أيضا استخدمت الكبريتات. فهذا التعليق النانوي القائم على هيدروكسيد الكالسيوم كان هو من أكثر التطبيقات انتشارا للمواد النانوية في رعاية التراث، وخاصة في مجال تصلب مواد البناء الجيرية يعني مثل الجص الحجر الجيري وما إلى ذلك، وهو هذا يعني المطلوب في المواد البناء المستخدمة في المباني التراثية في العراق. طبعا هذه المواد أو هذا المعلق النانوي الهيدروكسيد الكالسيوم يتم اقترانه مع ثاني أكسيد التيتانيوم حتى يكون يعني تعليقا ناجحا في مكافحة المواد البيولوجية أو التلوث السطحي أو في حماية مواد البناء المقاومة للأشعة فوق البنفسجية، وهذه هي أهم العوامل التي يعني تعمل على تهرب وتلف المباني. طبعا أجريت هناك الكثير من الاختبارات وأكدت فعالية استخدام هيدروكسيد الكالسيوم في رعاية التراث كونه تعليقا جيدا، التأثيرات البيولوجية والملوثات، كما أنه يعمل على حماية المواد البناء بصورة جيدة جدا. هنا نذكر الطابور الذي هو يعني سوف يكون محور محاضرتنا. فالمباني التي يعني طبعا هذه الطابوق هو يعني عاش لفترات طويلة جدا في التراث العراقي، فلا بد من أن نعرف أنه خصائص هذه المادة والتي ساهمت يعني بحفظ التراث نظرا لمثلا صلابتها مقاومتها للتأثيرات المياه السطحية والجوفية، طبعا لوجود المسامات فيها، هي طبعا كانت هي إيجابية في حين وسلبية في حين آخر. اعتمد سكان ما بين النهرين إلى حد ما على الطابوق في البناء، وذلك لغنى المنطقة بالتربة الرسوبية وافتقارها إلى الصخور، الأمر الذي حث العراقيين القدامى على بناء بيوتهم من الطين الذي استخدموا فيه قشور القمح والشعير لتقوية الطين حتى يتماسك بصورة أكبر، وأحيانا استخدموا سيقان القمح والشعير، وتم عمل وحدة بنائية أساسية سميت بالطوفة، وكانت تستخدم في بادئ الأمر يعني وهي لينة بشكل
أنه هي رطبة غير جافة. ثم تطورت هذه اللبنة في مرحلة متقدمة إلى كتل منتظمة، يعني بدأت تقص وتهيأ على شكل كتل منتظمة تعمل في قوالب وتجفف تحت الشمس. طبعا هذه المراحل التي مرت بها الطابوقة أثبتته تنقيبات أثرية في المدن القديمة في العراق. ثم تم بعد هذه المرحلة فخر هذه اللبنة الأساسية في البناء، بدأوا يفخروها ويحولوها إلى الطابوق. استمرت هذه العملية بتحويل الطابوق وتحسينه على مر العصور، يعني كل مرحلة تشهد تطوير في عملية صنع الطابوقة، فتغيرت أبعادها في كثير من الأحيان وأطلقت عليها تسميات مختلفة، مثلا الفرشي الذي يعني هو نوع من أنواع الطابوق يتمتع بقلة السمك وشكله المربع الذي لا يشبه الطابوقة المتعارف عليها. كما مزجت في بعض الأحيان بالقير، وذلك لزيادة مقاومة المياه والرطوبة في التبليط وفي الأسس وفي الجدران السفلى، يعني أجزاء الجدران السفلى، كما في زقورة إله القمر نانا في أور. كذلك ظهرت أنواع من الطابوق وهي الطابوق المزجج، واستخدمت فيه ألوان زاهية وكانت له حافات منتظمة، كما وجدت في مدينة بابل ومعابد مدينة بابل. أما في العصور الإسلامية فقد استخدم الطابوق في البناء بالهياكل الأساسية، وكذلك استخدم في زخرفة الجدران للمساجد والمراقد والمدارس مثل المدرسة المستنصرية وغيرها من المباني، وهو ما يعرف اليوم بالكاشي الكربلائي. فكانت المادة المكونة للطابوق هي مادة الطين، والطين هو عبارة عن صخور بركانية مفتتة ومكونة من سيليكات الألمنيوم وسيليكات متبلورة من ثاني أكسيد السيليكون والميجا ومركبات سيليكونية متعددة. تتأثر هذه المواد بالماء والحمض الفحمي الذي يعمل على تفسخها ببطء، إضافة إلى طبعا عوامل التعرية الجوية. فالمباني المبنية بالطابوق أكيد تتعرض للرطوبة والمياه الجوفية، ونظرا لكون أنه هذه المباني التراثية أو المباني بصورة عامة في العراق، العراق بيئة مالحة، فعند تبخر هذه المياه سوف يؤدي إلى ترسب الأملاح على الطابوق مثل ما تظهر الصورة هنا. هذه المادة الملحية طبعا سوف تعلو سطح الطابوقة وتجف، أو سطح المبنى وتجف. طبعا هنا يجي عامل المطر، عندما يأتي المطر ويبلل هذه الطابوق أو هذه السطوح للمباني سوف طبعا راح يعني هذه الأزهار الملحية اللي على سطح الطابوق سوف تترطب وثم تؤدي إلى تلف البنية التحتية للداخلية للطابوقة أو المادة الجصية أو المواد التي تتكون على سطح المباني التراثية. طبعا ولا يغفل عنا أنه هذه السطوح أو هي سطح المباني هي يعني العامل الرابط ما بين جميع عوامل الضرر الأخرى في المباني التاريخية، لأنها تلعب دورا مهما في تحديد فعالية بعض المشكلات الأخرى. طبعا لذلك جاءت عمليات معالجة المباني من خلال عمليتي الـ conservation والـ restoration. طبعا هذه العمليات هي يعني عمليات مختلفة في الآليات وفي الأداء وفي الحاجة،
فالريستريشن أو يعني عملية الترميم هي عمليات أو إجراءات تتصل بالمادة الأثر، يعني تتصل بنفس المبنى كستركتشر أو كعنصر من عناصر المبنى، سواء كانت هذه العناصر فنية جمالية. ينبغي أن تكون يعني لها فهم وإدراك وأسلوب في الترميم، وذلك لأنه تحليل هذه العناصر يجب أن يكون بدقة ومن خبراء. طبعا هذه العملية هي إجراءات تطبيقية يقوم بها المرممون من أجل حماية المبنى الأثري من الانهيار والتلف، بالإضافة إلى إصلاح ما تلف من المقتنيات الفنية المختلفة، حيث تتم معالجة التهرؤ في المباني التراثية من خلال يعني عمليات ترميم، سواء كانت عمليات ترميم كلية وهي العمليات التي تجري على كامل المبنى، أو تجري على جزء من المبنى ولكن كعنصر كامل، كأن يكون مثلا عنصر المأذنة أو عنصر القبة، أو يكون قد يكون جدار، أو قد يكون عدة عناصر من المبنى الأثري، يعني هذه عملية الترميم الكلية. أما عملية الترميم الجزئية فهي التي تعالج جزء من العنصر، يعني جزء من العنصر، كأن تكون وحدة بنائية أو تكون مواد مونة، المواد الرابطة ما بين هذه الوحدات البنائية، سواء كانت هذه الوحدات البنائية هي مستخدمة للإنهاء أو مستخدمة للستركتشر الأصلي. فأما عمليات الترميم يعني بصورة عامة هي تتضمن إدخال إضافات جديدة على مستوى العناصر وعلى مستوى المواد، طبعا وحسب الحاجة يعني لذلك، حسب حاجة المبنى لذلك. أما بالنسبة للعمليات الصيانة فهي تكون المحافظة على الآثار، يعني بشتى أنواعها من التلف، وبذلك هي تعين الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمبنى أو للمواد، وتحدد أيضا خطورة التلف الذي ألم بالمبنى، وتحدد المظاهر المختلفة على أسس علمية كي يتم صيانتها وحفظها، وبذلك تتم صيانة وحفظ القيم التاريخية والجمالية للمبنى. فهناك الكثير من آليات الصيانة، وتعتبر أهم آلية من آليات الصيانة هي الـ Prediction of Material Behavior، وطبعا هذه الآلية مهمة جدا وتساعد على معالجة المباني التراثية والمباني الأثرية بشكل مبكر. أهم التطبيقات المعمول بها بالنسبة لعمليات الترميم التي جرت بالنانو تكنولوجي، طبعا هي تكون عمليات غالبا ما تكون معالجات موقعية حسب حالة المنشأ، يعني ليس لها تفكير مسبق أو يعني بروسس خاص بها، وإنما تكون هي معالجات موقعية حسب حالات المنشأ وحسب حالة التهرؤ، حيث تتم المعالجة باستخدام التكنيكس والماتيريالز في الموقع حسب قرارات الخبراء. تتضمن التقنيات النانوية طبعا مثل ما ذكرنا التدخل وإضافات، ومن أهم يعني أعمال الترميم بالنانو تكنولوجي هي مدرسة العيني في حي الأزهر في القاهرة، حيث تم استخدام تقنيات نانوية في عملية الترميم للقبة. أنا حاولت أحصل على صور أوضح من هذه الصور، حقيقة ما حصلت، حصلت على مباني يعني على المبنى، مبنى المسجد، ولكن القبة حاولت أحصل عليها لكن ما حصلت. هذه التقنيات، طبعا القبة هي مبنية بالطابوق لذلك أخذتها يعني كمثال، تم تدعيمها بشرائح الفايبر كاربون، لأنه شرائح الفايبر كاربون تتميز بأنها مواد ملائمة
وتقنياتها ملائمة للحالة الإنشائية للقبة لمرونة المادة كي تتماشى مع الانحناءات للقباب والعناصر المبنية بشكل دائري. هذه المعالجات كانت طبعا موقعية حسب حالة المنشأ وحسب قرارات الخبراء الموجودين آنذاك. تضمنت التقنيات النانوية التدخل في الحد الأدنى كما جاءت بالمواثيق الدولية لأعمال الترميم كي يحافظ الأثر على قيمته التاريخية. الحالة الأخرى أيضا هي حالة الترميم بمعالجات النانوتكنولوجي، هو مسجد المحلي في مدينة الرشيد في مصر. أيضا هذا المسجد شهد تشويه في بعض أجزاء جدرانه الخارجية والداخلية أيضا، والعناصر المعمارية الأخرى تعرضت لعوامل مدمرة. حقيقة ما أعرف أن هذه العوامل ما هي، سواء كانت هذه العوامل بيئية أو عوامل بشرية. تمت فيها معالجة الطابوق من خلال طلاء الطابوق بالمواد النانوية بواسطة فرشات، يعني كمادة طلائية، وهي مادة السيليكون، سيليكون البوليمر ومحلول الأكريليك طبعا بتركيزات معينة، فتكونت طبقات لحماية الأسطح الخارجية. هذه المواد لها قابلية عزل، يعني عزل عن المياه، وحماية المواد الأصلية من عوامل البيئة مثل الأمطار وتلوث الهواء. وكذلك تمت المعالجة على مستوى المونة في الأجزاء المدمرة بين يعني من العناصر من خلال إضافة حبيبات النانو المشتتة، النانو سيليكا، في عملية توحيد لهذه المادة، يعني نانو ماتيريالز، نانو سيليكا ونانو تيتانيوم. طبعا هذه كانت هي عبارة عن عالق في وسط حامل مثل الماء أو الكحول في أحيان أخرى، وهي يعني توحيد، يعني عملية التوحيد هي أحد الإجراءات المهمة لتحقيق التماسك الصحيح للهيكل الداخلي للطابوقة في المباني التاريخية. أخذت مواد الدمج في نظر الاعتبار قدرتها على تحسين الخواص الفيزيائية والميكانيكية لكي تتوافق مع طبيعة نسيج الطابوقة ونسيج المواد المونة المستخدمة في ربط الوحدات البنائية اللي هي الطابوق. هذا طبعا فيما يخص عمليات النانوتكنولوجي الخاصة بالترميم. أما عمليات النانوتكنولوجي الخاصة في الصيانة فهي أيضا أخذنا مثال مكان الأمير يوسف كمال في نجع حمادي في قنا مصر. تم فيه تدخل عملية تنظيف الأسطح الخارجية والأسطح الداخلية للمبنى بتقنية النانو، والتي استخدمت فيها عملية التفريغ المتوهج التي تم إنشاؤها باستخدام الغاز الأكسجين وغاز الهيدروجين الراديو فريكونسي، باستخدام البلازما كغاز عامل الإدخال، وذلك لإزالة البقع المعدنية اللي هي الحديد والنحاس التي أثرت على أسطح المباني التراثية المبنية من الطابوق كمصادر غير عضوية معدنية، وكذلك مادة السخام السوت كمصادر عضوية. فتم تنظيف المباني أو هذا المبنى الأثري، وهي طبعا هذه عملية التنظيف هي عملية أساسية وليس يعني لديها مجموعة واسعة من التقنيات تتراوح ما بين الواجهات الكبيرة إلى بعض التفاصيل الصغيرة التي تكون تتم فيها عمليات التنظيف والمعالجة بنفس الوقت. نأتي هنا إلى أهم يعني المعالجات التي تخص مادة الطابوق. طبعا هنا عندنا احنا معالجتين، هي معالجة يعني المواد الطابوقية أو الطابوق الجديد المصنع بطريقة نانوية والذي يستخدم في الإضافات عند عمليات الترميم، وتطرقنا إلى كيفية صيانة الطابوق
الموجود أصلا في المباني التراثية. فالطابوق النانوي أو المصنع بطريقة نانوية هي تطبيقات طبعا نانوية تساعد على تقوية وتدعيم الطابوق والمونة. طبعا الطابوق والمونة، المونة هي أكيد استخدامها يعني استخدامات الجص تكون هي عبارة عن مادتين مساميات لها خاصية تساعد على امتصاص مياه الأمطار والغبار بسهولة، مما يسبب في تدهور الأداء ونمو العفن داخل هذه المسامات. لذلك جاءت يعني عملية تصنيع الطابوق النانوي المسمى بالطابوق الهوائي أو الخلوي أن يكون أيضا ذات هيكل مسامي، لكنه يكون أولا مصنع من تدوير نفايات الحجر الناتج عن معالجة الحجر، وهو بذلك هو يعني إعادة تدوير للنفايات، فهو من المواد الصديقة للبيئة ومصنع بشكل مستفاد منه بيئيا. هذا الطابوق له خصائص استثنائية عند استخدامه في المباني. ليش؟ لأنه مقاوم للرطوبة ومقاوم للغبار، حيث تم تطوير هذه الطابوقة من خلال إضافة محلول مائي صديق للبيئة ينتج من تفاعلات حرارية مائية تحتوي على جزيئات نانوية من ثاني أكسيد التيتانيوم، يتم بها طلاء الطابوقة المسامية بحيث يكون يعني تحصل على سطح فائق المقاومة للماء. وهذه التقنية هي تقنية واعدة نأمل في أن تكون لها تطبيقات في المباني الحديثة وليست المباني التراثية فقط بشكل واسع النطاق. أما الطابوق الموجود أصلا في المباني فيستخدم يعني في صيانته أو في الحفاظ عليه بطلائه بهذه المواد النانوية كي يتم حفظه وزيادة مقاومته للعوامل الجوية. ومن الجدير بالذكر أنه طبعا أنه هذه المادة يعني مادة الطابوق التي تستعمل كمادة إنهاء للمباني وتستعمل في الطابوق المزخرف والمزجج في واجهات المباني التراثية، تستخدم فيها أيضا المواد الإنهاء مثل الجص، وهي كلها مواد تستعمل فيها هذه المادة الطلائية العبارة عن العالق النانوي الموجود في ثاني أكسيد التيتانيوم. لذلك إن شاء الله يعني نأمل في المستقبل أن تكون ترميمات والصيانة بشكل علمي ورصين للمحافظة على هذه المعالم العمرانية التراثية في العراق وغيرها في البلدان. طبعا ونجدر بالذكر أنه المعالم التراثية في العراق يقارب 15,000 معلم، وهو رقم كبير جدا، إضافة إلى المدن التي لم تزل تحافظ على نسيجها العمراني مثل مدينة النجف ومدينة سامراء، والتي للأسف نتيجة للتزييد الحضري غير المدروس قد تتغير ملامح هذه المدن التي عاشت أكثر من 1,000 عام. وشكرا جزيلا لإصغائكم. إذا يوجد هناك أي سؤال نحن على استعداد لذلك. شكرا جزيلا.